السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وصلوا على رسول الله. بعدما تعرض رياض محرز للتهميش من قبل مدربه غوارديولا في مانشستر سيتي وافق على الانتقال الى الاهلي السعودي، ولكنه اليوم اصبح يعاني من تصرفات مدربه البرتغالي الذي رفض اعطائه شارة القيادة وقدمها للاعب فيرمينيو، ثم بعد ذلك أصبح يقيده فنيا ويقدم له العديد من الملاحظات الصارمة بسبب مراوغاته. وحسب ما نقلته الصحافة السعودية اليوم، هو أن مدرب الأهلي قد أعطى تعليمات صارمة لباقي لاعبي الفريق في غرفة تغيير الملابس بأن يمنع رياض محرز من تسديد الركلات الحرة المباشرة، لأنه يرى بأن الجزائري قد أصبح سيء للغاية في القيام بها بالشكل المناسب، وطلب من رياض محرز بأن يتمرن عليها أكثر وإلا يحرمه منها. نحن نتضامن مع رياض محرز ضد معاملة مدربه الجديد في السعودية. نحن بانتظار تعليقاتكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب وصلوا على رسول الله.